استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقات الثانية طراز ميكو ام 2 التي تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقات القهار، والتي تعد الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز ميكو ام 2 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة بريمرهيفن الألمانية بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تي كي ام اس المصنعة للفرقاط القهار. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة تي كي ام اس، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذي يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث التي يشهدها الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. وتمتاز الفرقات القهار متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. وجدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصراً بشرياً يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام، مما أهله على استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة في زمن قياسي ووفقاً للبرامج المخططة من الجانب الألماني.